فإذا ننتقل إلى المعيار السابع وهو مخالفة مقاصد الشريعة. الفتوى إذا خالفت مقاصد الشريعة تعتبرونها فتوى شاذة. نعم. ما المقصود بمقاصد الشريعة؟ نحن موقنون بأن الله لم يشرع شيئا إلا لمقصد. نعم. والمقصد هذا هو مصلحة العباد في المعاش والمعاد، ولا يخلو حكم من حكمة ومن من 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 مقصد. نعم. فبعض الناس يعني لا يعني يقنون بهذا، وهم الذين أسميهم الظاهرية الجدد، فأحيانا ينكرون المقاصد ولا يعتبرونها. ومنهم يعني جماعة اسمهم الأحباش. نعم. في لبنان، لبنان يقولون بأنه ليس هناك زكاة في النقود الورقية، ولا يجري فيها الربا، لأنه النقود التي جاء بها الشرع هي الذهب والفضة. وعلى هذا فخذ من الربا زي ما أنت عايز من هذه البتاع. وهذا أمر ناقشته أنا في قديما في كتاب فقه الزكاة، قلت أليست هذه النقود هي التي ندفعها ثمنا فنستحل السلعة، وندفعها أجرا فنستحق عرق العامل، ومهرا وندفعها مهرا فيحل لنا الفروج، تحل لنا الزوجات، وندفعها دية في القتل الخطأ. هذا كلام يعني هل يسمح الحد يأخذ منه هذه الأموال ولا يقاتل عليها؟ وهؤلاء أيضا يقولون إن الصور مهما كان، حتى الصور العارية في الصحف وفي التلفزيون وفي الأشياء دي، يقول لك المحرم هو المرأة. الشخص نفسه، إنما هذه صورة لا لا لا, لا تحرم نلوز النظر إليها. وبعضهم يقول إن إذا أردت أن تسقط عنك صلاة الجمعة كل بصل أو احمل بصل معاك أو كذا، لأن الرسول قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدا. نعم. يعني مش معناها يعتزل، هذا معقوبة له، إنما مش معناها أن هذا يسقط عنك الصلاة. هل هناك أيضا مما يدخل في هذا يعني فتوى الشيخ الألباني في إسقاط زكاة التجارة عن التجار؟ نعم. أنا أرى أن ده يخالف مقاصد الشريعة ويخالف الإجماع أيضا. نعم. يعني فهذه فتوى، ده معظم ثروة الأمة عند التجار. وبعدين هناك بلاد ليس عندها ثروة إلا في التجارة، عندهم زراعة، وعندهم هذه المدن اللي فيها آلاف الملايين من الريالات أو الدينارات أو الدولارات، هذه ليس فيها زكاة إلا إذا نضت يعني. نعم. وقلما تنض الآن، نض يعني سيلت، أصبحت سائلة. التجار الآن المليارديرات ليس عندهم سيولة. صحيح. نعم. لأن الحاجات موجودة في آلات وفي سلع وفي قلما تسير، فهؤلاء ليس عليهم زكاة. طيب، هؤلاء الذين قالوا بأن البصل يسقط صلاة الجمعة وأن الصور العارية جائزة، ألا ترون أن هذا أيضا يدخل في معيار آخر، وهو أنها خرجت من غير أهلها؟ خرجت من غير أهلها، إنما هم يزعمون. نعم. أنهم أهلها، والأحباج لو عندهم شيخهم الذي قال هذا الكلام معتبرون إمام من الأئمة. طيب. فضيلة الشيخ، المعيار الثامن وهو تصور خاطئ للواقع الذي نعيش فيه. ماذا تقصدون من هذا؟ أحيانا يأتي الخطأ ليس من الدليل، ولكن يأتي من تصوير الواقع على غير حقيقتها. فهو كأنه الفتوى في موضوع آخر يعني. وهذا فتوى أيضا متأسفين أن أذكر الشيخ الألباني هنا أكثر من مرة، إنه ما روي عنه وسمعته بأذني في تسجيل، إنه قال على أهل الضفة الغربية وأولئك الناس إنهم يخرجوا من فلسطين لأننا بتاعوا الدارة إسلام. وهذا أمر خطير جدا، إنه هذا ما يتمناه الإسرائيليون. الإسرائيليون يعملوا بكل ما يستطيعون لإخراج أهل القدس
من القدس. وإحنا عملنا في مؤسسة القدس التي أنشأناها من عدة سنوات إننا نحاول نثبت أهل القدس فيها من مسلمين ومسيحيين، هم يعملون على تهجيرهم. فلو قلت لأهل الفلسطين هذا والله غاية المنى عند الصهاينة، ويخلو لهم الجو، خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. نعم. فضلت الشيخ، بعضهم في الآونة الأخيرة أفتى وقال بأنه لا يجوز استخدام المقاومة كسلاح لمقاومة الإسرائيليين، والعلة عندهم أن ولي الأمر لا يسمح بهذا، محمود عباس وإخوانه لا يأمرون أو لا يقولون بالجواز. فيعني ماذا تقول في هذه الفتوى؟ فهناك جهاد الدفع، هذا لا يحتاج لإذن ولي أمر ولا يحتاج أي شيء. جهاد الدفع مطلوب من المسلمين أن يقاوموا ما استطاعوا حتى يطردوا الكافر الذي دخل عليهم بلادهم واحتل أرضهم وانتهك عرضهم وداس مقدساتهم وفعل بهم ما فعل على الناس جميعا. وإحنا قلنا في الحلقة المرأة تأخذ بغير إذن زوجها، والمرؤوس بغير إذن رئيسه، والابن بغير إذن أبيه. نعم. حرمة الأمة وحرمة الأرض وحرمة المقدسات، ناس عليها أن تدافع. في جهاد الطلب علينا نشوف ولي الأمر هل يريد جهاد أو لا يريد. أما منا دقيقة وبقي لنا معياران. معياران؟ نعم. المعيار الأول الاستدلال بما لا يصح دليلا، فما معنى هذا؟ أن يعني يستدل بما لا يصح أن يكون، مثل الذي استدل بأن لا ربا بين الحكومة والشعب أو نحو ذلك، أو يستدل بحديث يعني ضعيف، أو يستدل بإجماع وليس هناك إجماع ثاني. نعم. وهكذا. طيب قلتم، وهذا هو المعيار الأخير، ألا تراعى مثلا الفتوى، ألا تراعي الفتوى تغير الزمان أو المكان أو الحال، وهذا فصلناه من قبل ولكن في عجالة. هناك بعض العلماء يعيشون في الكتب ولا يعيشون في الواقع. نعم. فيظل متمسكا بما قاله القدماء وإن لم يعد صالحا لهذا الزمان. فالدنيا تغيرت والعالم تطور، وهو يعني لا زال يفتي بالناس، لا زال بعض الناس يحرم على المرأة إنها تروح تصلي في الإيه في المسجد. يعني والمرأة خرجت من البيت وذهبت إلى السوق وذهبت إلى المدرسة وإلى الجامعة وسافرت إلى أوروبا وإلى أمريكا ولا كذا، والشيء الوحيد اللي محرم عليها أنها تروح تصلي في المسجد. نعم. هذا كلام، الذين قالوا ذلك لم يدركوا هذا التطور الأخير. نعم. من غير شيء. فضيلة الشيخ، لا سعنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن نتقدم لكم بجزيل الشكر والعرفان، وأنتم أيها الإخوة والأخوات لكم منا جزيل الشكر وخالص التقدير، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الملتقى في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى.